من نابلس الباحث السياسي سامر عنبتاوي، اهلا وسهلا بك استاذ سامر. يعني نتابع ما نتابع في قطاع غزة بشماله ووسطه وجنوبه من إبادة جماعية على مرأى العالم، ولكن ايضا في الضفة هناك ما يطلق عليه الإبادة الصامتة لكثرة الإعدامات الميدانية ولكثرة الانتهاكات الإسرائيلية. فضعنا في تفاصيل صورة الضفة من هذه النواحي. مساء الخير، تحياتي لكم. يعني هذا قلناه منذ البداية، أن الحرب تشن ليس فقط على قطاع غزة، هي تشن على الكل الفلسطيني، تشن على قطاع غزة، الضفة بما فيها القدس بشكل دموي كبير، ولكن قد تكون مظهر الإجرام والقتل والطيران والاستهداف في قطاع غزة مرئي للعالم بشكل أكبر واضح، وعمليات التهجير. ولكن في الضفة فعلا كما وصفتيها هناك يعني عمليات قتل صامتة، إعدامات ميدانية، إعدامات في السجون، هناك العديد من الإعدامات داخل السجون الإسرائيلية، وآخرها كان هناك عبد الرحمن مرمش، الشهيد عبد الرحمن مرمش من نابلس، منذ أيام إعدامه بدم بارد داخل السجن، وغيره من الشباب ومن السجناء. ولذلك نرى أن هذه فعلا حرب على الكل الفلسطيني. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الفاشية التي يحكمها نتنياهو وتضم بن غفير وسموتريتش، تعتقد أن هذا الزمن المناسب لها أو الوقت المناسب لها والإمكانيات المناسبة لها لتنقض على كل ما هو فلسطيني وتقضي على القضية الفلسطينية، من حيث تدمير كل قطاع غزة وجعله منطقة غير قابلة للحياة، ومن ناحية أخرى البدء بعمليات ملاحقات أيضا واستمرار في الضفة، من حيث أولا الاستهداف، آلاف الاعتقالات منذ 7 أكتوبر، تتعدى للشهداء منذ 7 أكتوبر أكثر من 300 شهيد في الضفة لوحدها، وكما ذكرنا آلاف المعتقلين. يضاف إلى كل ذلك انتهاك كل شيء، يعني عدنا بالسياسة الإسرائيلية إلى ما في بدايات الاحتلال، من حيث القتل الممنهج، التنكيل بالناس، التنكيل في الناس على الحواجز، المداهمات اليومية للمواقع المختلفة، للمدن، للمخيمات. أيضا يفعلون في المخيمات ما يفعلونه، تخريب في المخيمات كما يفعلون في قطاع غزة، تجريف للأراضي، تدمير للنواحي، المياه، شبكات المياه، تدمير للمباني، تدمير للدواوير في كافة المناطق، في المناطق التي يقومون باقتحامها، والتهديد بشكل أكبر. وهذا يوضح أيضا أن التصريحات تتعالى من الداخل الإسرائيلي لتقول أن هناك مقاومة من الضفة ويجب استهدافها، يجب اجتثاث المقاومة قبل أن تنمو وتصبح تماما. هذه النقطة مهمة جدا سيد سامر، خاصة في هذه الأيام. قبل قليل مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي تحدثت عن أن الأطراف الإسرائيلية بدأت تتحدث عن احتمالية تكرار سيناريو 7 أكتوبر، ولكن في الضفة هذه المرة، ولكن ليس في قطاع غزة. فبالتالي يعني ماذا تتوقع أن يكون القادم بالنسبة للضفة، خاصة أن الوضع الراهن في الضفة هو وضع معقد وصعب جدا كما وصفت لنا في جوابك الأول؟ نعم، هذا يرتبط في كثير من العوامل. أولا هم الهزائم أو الخسائر التي يتكبدوها في قطاع غزة تنتقل إلى عمليات انتقام في الضفة الفلسطينية، هذا بشكل أولي. وشكل ثاني أن المخطط كما ذكرنا، المخطط تجاه غزة بالتهجير، المراد له أن ينتقل إلى الضفة لتهجير أيضا أهل الضفة الغربية إلى الأردن، من حيث الضغط الذي يمارسونه، هذا الذي رأيناه يتنامى يوميا، وإطلاق إعلان المستوطنين للاعتداء على القرى والمخيمات والطرق الخارجية، وتسليح هؤلاء المستوطنين بميليشيات. هناك أكثر من 140 ألف قطعة سلاح يمتلكونها المستوطنين. يضاف إلى كل ذلك عمليات التهويل التي كنا نتحدث عنها في الداخل الإسرائيلي. أولا القول أن هناك إذا ما تركت الضفة في حالها ستتحول إلى ما حصل في 7 أكتوبر، ستكون مصدر خطر للداخل الإسرائيلي. وصلت إلى أن وزير الحرب
الحرب الإسرائيلي يصرح جالانت يقول أننا سنجعل حي القصبة وحي القصبة في مدينة نابلس هو ابتداد كل البلدة القديمة، سنجعله مثل خان يونس، يعني تدمير كل البلدة القديمة في نابلس. الآن ما هذا يفعلون في المخيمات وفي المدن؟ إذن هذا يخطط إلى الضفة الفلسطينية بكل الأساليب، ولذلك أنا ما أعتقد أنه فعلا هناك تحضير لذلك. نعم أفصل معك الصورة أكثر ما بين جرائم التي يرتكبها المستوطنون وبين جرائم التي ترتكبها القوات الرسمية. وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت عمليات الإعدام الميدانية التي تجري وتتحدث عن طبيعة التعليمات والتسهيلات التي تعطى لهذه القوات من قبل المستويين السياسي والعسكري. يعني كيف يتم تسهيل هذا الأمر بالنسبة للقوات الإسرائيلية لكي تقوم بما يبدو لها مناسبا في لحظة ما؟ يعني هناك تعليمات على المستوى الأمني للجيش الإسرائيلي بأنه يعني لديه الصلاحية في الرد على أي اشتباه، أي ونركز هنا، أي اشتباه في الخطر من قبل أي فلسطيني، بمعنى أن كل فلسطيني هو هدف للجيش الإسرائيلي إذا شك أو حتى إذا لم يشك. إذا أراد أن يقتله سيقول أنه حاول التعدي أو حاول الهجوم. هذا أولا. هذا الأمر ينطبق أيضا على المستوطنين. المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، وقبل 7 أكتوبر إذا كنت تذكرين والمشاهدين أكيد يذكرون، كانوا المستوطنين يهاجمون، هاجموا قوة قرية حوارة أحرقوها، هاجموا هاجموا القرى الفلسطينية. الآن يتمادون في ذلك. والطرق الخارجية بالمناسبة لمن لا يعلم، الضفة الآن مقسمة إلى أجزاء شمال وسط جنوب، وأيضا كل مدينة وكل محافظة محاصرة، يعني بمعنى أن التنقل داخل الضفة الفلسطينية أصبح معقد جدا وخطرا جدا، لأن المستوطنين والجنود على الشوارع الخارجية يعتدون على كل ما هو فلسطيني وعلى الحواجز العسكرية. هم يذهبون إلى أن يصادروا، تخيلي، الموبايلات، الأجهزة الخلوية من كل المسافرين، وينظروا إذا وجدت فقط صورة أو تصريح أو كتابة أو شيء يتعلق بقضية الحرب أو قضايا المقاومة يعتقل حامل هذا الخلوي. إلى هذا الحد وصل الأمر. القضية المهمة جدا إذا سمحتني في عجالة تطرقنا لها ولكن يجب التركيز عليها، يعامل الآن السجناء الفلسطينيون في الضفة، وعددهم بالآلاف، زادوا بالآلاف، يعامل بأسوأ معاملة لا إنسانية، بمنع الأكل والشراب والتنكيل والضرب والاعتداءات اليومية. إذن هذا البرنامج يخطط للضفة الفلسطينية. ما حصل في جنين، يعني بكل المقاييس عملية إجرامية ضد 7 من عائلة واحدة، 4، يعني أم تفقد 4 أبنائها الشباب مرة واحدة، فقط كانوا يذهبون إلى عملهم في السوق الخضار، وبالتالي هذا هو المستهدف. أي إنسان فلسطيني مستهدف، كان في سيارته، في محله، في الشارع، في أي مكان للتنقل. ومرة أخرى الاعتداءات والاجتياحات لكل منطقة يوميا بالكثير، ولا يخرج من أي اجتياح إلا بالقتل والتدمير والتخريب والاعتداءات. وكما يعني أشرت أستاذ سامر، الاعتقالات بحد ذاتها يعني عدد مخيف جدا، 4936 اعتقال منذ 7 أكتوبر إلى حد الآن في الضفة والقدس. أختم معك بهذا السؤال أستاذ سامر. الغرب، المجتمع الدولي، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي في غزة تبنوا بأجزاء متفاوتة الرواية الإسرائيلية وحق الدفاع عن النفس وإلى ما ذلك. الضفة الغربية وضعها مختلف تماما، هناك تفاوت بالمواقف الغربية، هناك إدانة لما يجري في الضفة الغربية تحديدا لما يقوم به المستوطنون. هل تعتقد أن هناك أي إجراء أو نافذة تمكن يعني السلطة الفلسطينية من التحرك من خلالها للحد مما يجري في الضفة الغربية؟ كنا نتحدث في جانبين مختلفين، يعني في اتجاهين. الاتجاه الأول
الموقف الأوروبي بصراحة سيء، أنه يتضامن في كثير من الحالات ويقول أن هذه جرائم داخل الضفة، ولكن لا يفعل شيء. لا، هو الموقف قاصر وغير، يعني لا يصل إلى مرحلة إدانة دولة الاحتلال أو مقاطعة دولة الاحتلال أو تحميلها المسؤوليات. هناك حركة البي دي اس، بويكوت دي انفستمنت سانكشنز، التي تنتشر في كل أنحاء العالم لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات منها، لا تفعل على مستوى الحكومات، فقط على المستوى الشعبي. ولذلك ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم ليس جديد في الضفة، ومع ذلك هناك تراخي كثير بالنسبة للأوروبيين. أما بالنسبة للولايات المتحدة، هناك نفاق واضح. بلينكن الآن في المنطقة وسيأتي إلى هنا وسيجتمع، وسيأتي إلى رام الله ويجتمع بالسلطة الفلسطينية. هنا سيذهب إلى فقط التطمينات والضغط على الجانب الفلسطيني والحديث على أنهم لا يوافقون على الاستيطان ولا يوافقون على القتل، وفي المقابل الاستيطان مستمر، دعم السلاح مستمر، التغطية السياسية مستمرة. والآن أي قضية ترفع لمجلس الأمن سواء كانت حول الضفة أو غزة أو بالمجمل الفلسطيني ستستعمل الولايات المتحدة الفيتو ضد هذا، يثبت أن هناك نفاق من الولايات المتحدة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو موقف السلطة. بصراحة أيضا موقف السلطة يجب أن يكون أفضل من ذلك. حتى هذه اللحظة موقف السلطة لا يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال، لأنه المفروض على سبيل المثال الوقف الكامل للعلاقات، وهذا تنفيذ لقرارات المجالس المركزية الفلسطينية واجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وكل العلاقات مع الاحتلال. وفعلا يعني تغيير النهج القائم وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس كفاحية ونضالية، وأيضا تحويل إنهاء أوسلو الآن يعني الذي يعني ترتبط فيه السلطة. للأسف نتنياهو نفسه أعلن أن أوسلو قد مات، وبالتالي المطلوب الآن موقف فلسطيني موحد ومواجه للسياسة الصهيونية، لأنها لن توفر أحد من الفلسطينيين، والمسار الإسرائيلي ذاهب بالقضاء على الكل الفلسطيني. لذلك يطلب من السلطة الفلسطينية تطوير هذا الموقف وعدم الإركان على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست داعما فقط الاحتلال، بل هي شريك، بل هي المنفذ لعمليات الاعتداء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك من نابلس الباحث السياسي سامر عنبتاوي.